الكتاب يتكلم عن أرواح القتل والعنف اللي هي كانت سبب للعنة، واليوم كثير شعوب ملعونة على فكرة، عليها لعنة بسبب سفك دم الأبرياء، بسبب دماء الأبرياء. بتعرفوا آخر حادثة في مصر، الأنبا اللي وجدوه مقتول في بركة من بحر من الدماء. فالشخص أو الجماعة اللي ارتكبت هذا النوع من الشر وهذا الإثم، يمكن بيظنوا أنه عم بيقدموا خدمة لله، أو يمكن لدوافع لأسباب تانية، لكن في دم بيصرخ، في دم بيصرخ. وبتعرف لما الكتاب بيقول ملعونة الأرض التي بسببك، عارف كتير مرات سفك دم الأبرياء في بلادنا العربية، محتاجين فعلا نصلي من أجل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا واليمن ودول عديدة طبعا اللي تاريخها حافل بسفك أنهار وشلالات من الدماء. نهر الدجلة يتحول إلى دم، نهر النيل يتحول إلى دم، نهر الفرات تاريخيا يتحول إلى دم بسبب الآلاف المؤلفة التي قتلت باسم الدين. هذه الأرواح التي زهقت أحبائي بتجلب اللعنة على بلادنا.